كنتم كمان بتشتغلوا في الصيانة بتاعت اللاندسكيب، وعشان يتم فيه صيانة كويسة وعشان خاطر النباتات تعيش بشكل أطول، الموضوع بيبتدي من أول اختيار النباتات اللي هتتحط في المكان. حضرتك تقدر تشرح لنا أكتر إزاي بنقدر نختار النباتات المناسبة في كل مكان؟ احنا السنة اللي فاتت دي 2022 دخلنا في عدد ضخم جدا من المشروعات بننفذها مع مطورين. أول نقطة التنافسية إن احنا بننافس في الكواليتي بشكل عالي جدا. ثانيا احنا بنقدر نوفر كميات ضخمة جدا، مئات الآلاف من الشتلات الخاصة، زي ما قلنا بطرق إنتاج بتستهلك مية قليل. لكن الأهم احنا هنزرع ايه؟ فاحنا بنساعد عدد كبير من المطورين والاستشاريين في اختيارات النباتات، ونقول لهم طبعا احنا بقى عندنا تشالنج في المياه مخيف جدا. المقنن المائي اللي بيخصص للمشاريع اصبح احد العوامل الاساسيه اللي بتحدده الدوله، لكن اهم من كده هو انا على مدى الـ 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 الصيانه انا بستهلك مياه قد ايه. فالعصاريات على سبيل المثال من الامثله الضخمه جدا اللي احنا بنفضل استخدامها، وبتطلع زهور وشكلها كويس، تستطيع انها تتحمل المياه لدرجات انقطاع مثلا 3 4 5 ايام، بتستحمل ظروف جويه كبيره صعبه. فاستطعنا اننا يبقى عندنا جداول من النباتات. احنا بندي للمصمم سواء كان مصمم مصري او مصمم اجنبي، نراجع الحاجه دي وندي ريكومنديشن وتوصيه بتحسين النباتات المستخدمه سواء في الكفاءه او في الصيانه او في استهلاك المي. ممكن حضرتك تدلنا امثله لاهم المشروعات اللي اشتغلت عليها وازاي اخترت النباتات بتاعتها بالتحديد؟ احنا دخلنا مع هيئه النظافه والتجميل، وده مكان مسؤول عن جزء كبير جدا من النباتات في الدوله، وقدرنا في طرق صعبه جدا عليها سرعات عربيات وانبعاثات كربون وتلوث عالي جدا، قدرنا اننا زي مين؟ زي صلاح سالم مثلا، وقدرنا ان احنا ندي توصيات وحطينا نباتات من العصاريات اللي هي مش اول مره تنزل في شوارع القاهره، وكانت لها نتيجه ممتازه في انها تقدر تتحمل ومتحمله لغايه النهارده على مدى سنتين بدون استبدال. طبعا صلاح سالم شارع مهم جدا، لان هو مدخل القاهره، اول حد بينزل من المطار بيدخل صلاح سالم. بالظبط، هو شارع في منتهى الحساسيه، سرعه العربيات والهواء اللي موجود هناك والانبعاثات بتاعه الكربون عاليه في اتربه، فلازم استخدم انواع من النباتات بتكون بتناسب الظروف ديت وبتقاوم التحديات اللي موجوده هناك. واعتقد ان احنا بقالنا اكتر من سنتين وشويه حطينا الحلول دي وما زالت قائمه الى الان. حضرتك لما قررت تبتدي المشروع ما اخترتش الطريق السهل انك تقلد الشغل اللي معمول قبل كده، لا، قررت تعمل براءه اختراع في المكان. فازاي تقدر تقلل نسبه استهلاك الميه، وازاي تنتج سماد عضوي باعلى جوده وتنتج منه كمان كميات كبيره؟ بس سر اختيار المكان هنا بالتحديد في عرابي ايه سره؟ احنا اخترنا مكان في عرابي لانه اقرب في شرق القاهره، نقطه جيده فيها كل الريسورسز حوالينا لحاجتين، سواء المشروعات اللي تخص العاصمه وتخص شرق القاهره زي التجمع والمدن المحيطه وعبور والشروق وكده، لكن كمان هي تخص انتاج المخلفات اللي بيطلع من عرابي. النقل بيلعب عامل ضخم جدا، فاحنا بنقدر ننافس في الجوده وفي السعر النباتات اللي جايه من مناطق انتاج المشهوره والمعروفه زي محافظه المنوفيه وزي مثلا القناطر وكده، لكن اصبح تكلفه النقل عندنا اضعف بكتير. فقدرتنا على التنافس اولا اصبحت قويه من ناحيه اقتصاديات الانتاج، فاصبحت قدرتنا على التنافس مقارنه باماكن الانتاج التقليديه زي في المنوفيه والقناطر وكده اعلى، لان احنا اتنقلنا الى نقطه فيها قرب او من مناطق المشروعات الكبيره، وزي ما قلنا في التجمع والعاصمه الاداريه والشروق والعبور في شرق القاهره. تقريبا اكبر الديفلوبرز كلهم بيشتغلوا مع حضرتك النهارده، بتورد لهم شغل كتير جدا من المطورين والاسماء اللي موجوده في السوق. قدرنا نقدم لهم زي ما قلنا جوده، بس قدرنا كمان نقدم لهم سعر ونقدم لهم توتال سوليوشن، مش مجرد ان احنا بنورد عنصر واحد، يعني بنورد اسمده وبنورد نباتات.